أهلا بكم مشاهدينا في أخبار الرياضة مباشرة من التلفزيون الجزائري. بداية نبدأ بأخبار محترفين، حيث قاد دول الجزائري رامي بن سبعين فريقه بروسيا دورتموند الألماني للفوز بثلاثة أهداف لهدف أمام أجاكس أمستردام الهولندي. وشارك رامي أساسيا في المباراة وبصم على تمريرة حاسمة، وقدم بن سبعين أوراق الاعتماد عليه لمدربه، وتحصل على تنقيط ممتاز من طرف موقع هورس كورد العالمي المتخصص في الأرقام، ومنح لبن سبعين معدل 7.6 من 10. وفي خبر آخر، دائما مع أخبار محترفين، بصم دولي الجزائري رايان أيت النوري على هدف عالمي في المباراة الودية التي جمعت ناديه ويلفر هابتون الإنجليزي ونادي ران الفرنسي تحضيرا للموسم الكروي الجديد. وافتتح أيت النوري باب التهديف لفريقه في الدقيقة 11 من المباراة بطريقة جميلة. سجل الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني هدف نيس الوحيد خلال المباراة الودية التي انهزم فيها فريقه أمام فيورنتينا الإيطالي بهدفين لهدف، ونجح نجم الخضر في تسجيل هدف عالمي في الدقيقة 86 في اللقاء الودي عبر تسديدة من خارج منطقة العمليات بعد مراوغته لمدافعي فيورنتينا. وتعد هذه المباراة الودية الأخيرة لرفقاء بوعناني، وذلك قبل بداية الجولة الأولى من الدوري الفرنسي الجمعة القادم. قاريا، كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن قائمة المنتخبات 46 المعنية بتصفيات البطولة الإفريقية للاعبين المحليين الشان المقررة سنة 2024. التنظيم يكون مشتركا بين جمهورية الكونغو والكونغو الديمقراطية. المنتخب الوطني الجزائري المعفى من الدورين الأول والثاني سيخوض تصفيات الدور الثالث والأخير إلى جانب منتخبات ليبيا وتونس والمغرب التي تمثل منطقة شمال إفريقيا. مباراة الذهاب مقررة بين 8 إلى 10 من شهر مارس المقبل، ومباراة العودة ستكون بين 15 إلى 17 من شهر مارس القادم أيضا. محليا الآن، يعود نادي جمعية شلف حامل لقب كأس الجزائر إلى أجواء التدريبات استعدادا لمواجهة بوندو الأنشورانس الأنجيري في الدور التمهيدي الأول من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية. وتقام مباراة الذهاب بنيجيريا يوم 18 من شهر أوت الحالي، على أن تجرى مباراة العودة بمدينة شلف بعد أسبوع عن مباراة الذهاب. وسيكون رباعي تحكيم مباراة الدور التمهيدي الأول من الطوغو الحكم الرئيسي أكليسو غاناما، والمساعد الأول كوملان دومينو، والمساعد الثاني أبدو كابيلافيا، والحكم الرابع كواسي أتيسو. تواصل إدارة نادي شباب الوزداد عملية الاستقدامات تحسبا للموسم الكروي الجديد، وأعلنت إدارة أبناء العقيبة عن صفقاتها 6، ويتعلق الأمر بالمدافع أشرف بودراما الذي سبق له اللعب في شبيبة سكيكدا وملودية العلمة. وتعاقد نادي الشباب مع بودراما حتى صيف 2026 قادما من نادي القيصومة السعودي. وسبق لنادي شباب الوزداد أن تعاقد مع كل من درفلو وبلغيت ومزيان وبوتمان والمالي مامادو ساكو. دخلت تشكيلة اتحاد الجزائر في تربص تحضيري للموسم الكروي الجديد سيدوم لمدة أسبوع حسب ما أكدته إدارة النادي العاصمي. وكشفت إدارة النادي في صفحتها الرسمية أن أشبال عبد الحق بن شيخة دخلوا في تربص بالعاصمة بداية من اليوم إلى غاية الاثنين القادم. وأوضحت في ذاتها البيان أن تربص العاصمة سيتبعه تربص ثان خارج الوطن سيجرى بمدينة طبرقة التونسية منتصف شهر أوت الجاري. إلى التنس الآن، أوقعت عملية قرعة كات ديفيس بجوهانسبورغ تحسبا للمجموعة الثالثة لمنطقة إفريقيا المقررة من 9 أوت إلى 12 من ذات الشهر الجارية ببيرتوريا. المنتخب الوطني للصنف الأكبر ذكور ضمن الفوج الأول رفقة منتخب البلد المنظم جنوب إفريقيا وكوديفوار والطوغو. you
نظمت رابطة ولاية الجزائر دورة ودية للكرة الطائرة الشاطئية 4-4 بشاطئ مازافرون بالعاصمة. الدورة انطلقت يوم أمس، شارك فيها أغلبية الرياضيين الشبلات وأشبال المتخصصين في هذه الرياضة. وللمزيد حول من التفاصيل حول هذه الدورة يلتحق بنا مباشرة الزميل عياشي مسيلي. أهلا بك عياشي، كيف تجرى هذه الدورة خاصة ونحن في موسم الاصطياف؟ أعطينا تفاصيل أكثر بخصوص هذه اللقاءات، تفضل عياشي. نعم زميلتي نسرين، هنا من شاطئ مازافران، أكيد المهرجان الوطني للرياضات الشاطئية أكيد منافسات كثيرة، واليوم نستهلها بمنافسة الكرة الطائرة الشاطئية 4-4. أكيد صباحة اليوم والفترة الصباحية خصصت للمباريات التصفوية، بينما اليوم نحن مع النهائي الذي يكون لفئة أقل من 17 سنة، أكيد رباعي أكيد في أجواء كما ذكرتي موسم الاصطياف أكيد بين السياحة والرياضة. أكيد سوف نترككم مع هذه المباراة النهائية كما قلنا لفئة أقل من 17 سنة. نعم شكرا لك عياشي مسيلي على هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من شاطئ مازافران بالعاصمة. والآن ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد لفئة أقل من 19 سنة، ولحساب المباريات الترتيبية حقق المنتخب الجزائري فوزا عريضا على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 39 نقطة مقابل 14 نقطة، ليعد هذا الانتصار الثاني للعناصر الوطنية بعد فوزها الأول أمام رواندا. واختير اللاعب علي بن دياب رجل اللقاء. دوليا وصل المنتخب الكولومبي مغامرته في نهائيات كأس العالم للسيدات بأستراليا ونيوزيلندا بنجاح بعد تغلبه على نظيره الجامايكي بهدف نظيف سجلته القائدة كاتالينا أوسمي بعد 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ليتأهلن سيدات كولومبيا إلى ربع نهائي المنافسة، ولتفوز كولومبيا للمرة الأولى في تاريخها بمباراة الدور 16، وستواجه رفيقات ماتالينا في ربع النهائي المنتخب الإنجليزي بطل أوروبا. دائما مع كأس العالم للسيدات أقصى منتخب فرنسا نظيره المنتخب المغربي بعد الفوز عليه برباعيات نظيفة في الدور الثمن النهائي، وبهذا الفوز تأهلت سيدات فرنسا إلى ربع نهائي مونديال أستراليا ونيوزيلندا، أين سيواجهن سيدات فرنسا المنتخب الأسترالي في مباراة الربع النهائي يوم السبت المقبل. يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه الجديد أنتر ميامي الأمريكي، وسجل ميسي هدفين في مباراة التي جمعت فريقه مع أفسي دالاس. بهذا الفوز بلغ أنتر ميامي الدور الربع النهائي لمسابقة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية، وأحرز ميسي 7 أهداف في أول 4 مباريات له ليسجل رقما قياسيا في تاريخ الدوري الأمريكي، وليكون نادي أنتر ميامي أول فريق في الولايات المتحدة الأمريكية يحقق مثل هذا الإنجاز. وفي خبر آخر دائما دوليا، رفض مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي الأرجنتيني موريسيو ساري فكرة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويرتبط البرازيلي نيمار دا سيلفا بعقد مع باريس سان جيرمان حتى 2025، لكنه تقدم بطلب إلى مسؤولي النادي للرحيل هذا الصيف. وحسب صحيفة إيفنينغ ستاندارد الإنجليزية أن مسؤولي تشيلسي قد استبعدوا فكرة التعاقد مع نيمار رغم لاعبه السابق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني الحالي للبلوز موريتسيو ساري. والآن نعود محليا إلى الأخبار المحلية. احتفل أنصار فريق مولودية الجزائر بالذكرى الثانية بعد 100 لتأسيس النادي، حيث صنعوا أجواء رائعة بالعاصمة، وأضاء أنصار المولودية سماء العاصمة بالألعاب النارية وصنعوا أجواء خيالية احتفالا بمرور 102 على تأسيس الفريق.
بهذه الصور الجميلة نودعكم مشاهدينا ختام نشاط أخبار الرياضة، كنتم معنا مباشرة من التلفزيون الجزائري، شكرا على كرم المتابعة والإصغاء، في أمان الله والسلام عليكم.